مقابل هدف واحد. هذه هي تشكيلة الفريق الضيف. نجم مقرى بصالحي في حراسة المرمى، الهجوم كل من سعيدي على الرواق الأيسر، بولجدري على الرواق الأيمن، ودمان حمزة في كرأس حربة في هاته. أين يوجد حميدي؟ محمد رضا، التوزيعة موجودة، الدفاع يتدخل، تلعب قصيرة في القائمة الثانية، ملعوب هذه الكرة المتابعة، ولكن الدفاع يتدخل بصعوبة ويخرج الكرة في التبادل بين عناصر أتلتيك بارادو تيترا ويستحوذ عليها. يا سلام التمريرة، يا سلام التمريرة، كحيلي أحمد، يا سلام كانت تمريرة ولا أروع، ولكن ممتاز الحارس عبد القادر صالحي واستحوذ عليها في اللحظة الأخيرة. إشارة التنفيذ في هذه الكرة، فؤاد حداد يتقدم التسديدة، ولكن الدفاع يغير مسار الكرة إلى الركن، وصلها لبولبينا المراوغة، من بولبينا يتمكن من تسديد الكرة والحارس صالحي في المكان المناسب، ولكن عبد القادر صالحي لا تنطلي عليه حتى وإن ارتطمت بالأرض مرتين في مسارها. شاهدوا الإعادة والتسديدة الجميلة، تلعب الكرة مباشرة إلى الحارس مساوي توفيق صاحب القامة الطويلة إلى خارج أرضية الميدان حتى يتلقى الإسافات اللازمة. هنا التسديدة وإحدى المحاولات النادرة، وتدخل عبد القادر صالحي، تبادلات قصيرة وجميلة بين عناصر نجم مقرى، توصل لحمزة دمان، أوه عالي هذه الكرة، عالي، لم تكن له الإمكانية والفرصة والمساحة حتى يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب. سعيد العيد يبحث عن المرور بالمراوغة بشكل ممتاز، يتمكن من المرور، التوزيعة حاضرة، ولكن عبد حميدي محمد رضا في تنفيذ الركنية، تلعب في القائم الأول الرأسية، ولكن كادت أن تباغت تصالحي في تنقصها بعض الدقة فقط من نقطة منطقة الجزاء من أحمد أو بن أحمد كحيلي أو من سوكو. شاهدوا كيف عكس الكرة، لم تكن بعيدة كثيرا عن إطار المرمى والزاوية البعيدة. سوكو يحاول المرور بالمراوغة، التوزيعة موجودة، بولبينا بعيد عليه هذه الكرة. شاهد هنا الارتكاز، تلعب بسرعة لأتلتيك بارادو، سوكو صاحب المراوغة يتمكن من المرور، الماهر المراوغ البارع حميدي في التوزيع، الكرة تبقى الخطورة، تبقى الفرصة متاحة، الدفاع كاد أن يفعلها ياسين تيتراوي. نشاهد الإعادة، الارتباك الدفاعي واللقطة الاستعراضية الجميلة من ياسين تيتراوي، لو كانت في خلال مثلت إحدى أفضل أو أحد أفضل الأهداف في البطولة. نشاهد الإعادة، السلام، يمتلك مهارات وفنية عالية ياسين تيتراوي، والأبيض كرة في العمق، محاولة أولى لأتلتيك بارادو. بعد هذه اللقطة نتابع الكرة لعبة، الخطورة تبقى متواصلة لأتلتيك بارادو، والدفاع بصعوبة يخرج الكرة عن طريق القائد، وكرة معاكسة لأتلي نجم شباب مقرى، انطلاقة من حمزة دمان أو بورحل السعيد، سعيد بورحل لسعيدي، سعيدي سعيدي، ده بطريقة ممتازة. المرحلة الأولى تسلل لم يكن موجودا على سعيد بورحلة، أعطاها يعني فرصة من وضعه وجه لوجه مع الحارس، ولكن أخطأ تقدير، ماذا أراد أن يفعل لا أدري حقيقة، استعمل الرجل اليمنى بطريقة غير مفهومة. نشاهد هنا اللقطة الأخيرة، سعيد بورحلة كان كريما ومنح كرة مثالية لزميله سعيدي. التبادلات، يمشي التتراوي، انطلق التتراوي، دخل، ولكن الحكم قريب من اللقطة، وصلها لعادل بولبينا المراوغ صاحب المهارة، التسديد ممتازة جدا من عادل بولبينا، يا سلام بطريقة ممتازة التتراوي، يا سلام، شاهد الإعادة، هنا التسديدة الأخيرة أولا بطريقة رائعة جدا من عادل بولبينا، يا سلام كيف روض وكيف سدد، صعوبة تعامل معها عبد القادر صالحي بكل الخبرة والتجربة استعملهما هنا. انتظار خروج احد اللاعبين، سوكو طلب الكرة وصلته، بن عادل بولبينا
القوانين. هنا القراءة الجميلة للعبد القادر صالحي للكرة الأخيرة، التفاعل معها أمام طرف مولودية الجزائر صاحب 29 نقطة. هنا تسديدة أخرى ومحاولة أخرى، وشاهد الإعادة في أول فرصة وجدها وفي أول رواق مراوغة والتمريرات القصيرة، ولكن لم يتمكن من الوصول إلى الشباك. تصير هذه الكرة ترجع من جديد، كانت توزيعة على شكل تسديدة. استقبال من بوكرما، ماذا سيفعل بالكرة؟ صاحب المراوغة يتوغل ويتقدم ويهيئ الكرة ويسدد فوق الإطار على كرة ثابتة وخطأ من مكان مثالي. طبعا سعيد بورحلة الدفع كان واضح من سعيد بورحلة في هذه الكرة وفي هذه اللقطة. كرة ثابتة من مكان مثالي، فقد التوازن هنا بوكرما. طبعا إشارة التنفيذ وصافرة التنفيذ تعطى بوكرما، يتقدم بابا الحارس صالحي والسلام على مرتين الهدف. عبد القادر صالحي نشاهد هنا الإعادة، كان متسللا مسجل الهدف، كان متسللا يبدو ذلك في النظرة الأولى، يبدو متسلل. من الزاوية الأخرى يا رضوان حاج حمد اللاعب، هنا نعم كان هناك رفع للراية. على كل الفرص الأخيرة إن صح التعبير في المباراة، هنا الكرة ملعوبة ولكن تيترا التمريرة من تيتراوي، ركنية لأتليتيك بارادو. ياسين تيتراوي في التنفيذ في القائم الثاني، المتابعة والقوة ولكن الحكم